فانت دلوقتي اللي انا عايزك تركز عليه جدا، خلاص هما حالتين، يا اما انا هدخل سيارتي الكهربيه، يا اما بشحنها اي سي يعني بشحنها في البيت، ممكن اشحنها على سوكت عادي السوكت بتاعنا ده، بس لازم هناخد شويه اعتبارات دلوقتي. ممكن يكون الشاحن مثلا 32 امبير وانت مركب على السوكت او الفيش ده، الفيش اخره 16 امبير مثلا او 17 امبير، تيجي تركب السياره على الفيش اللي عندك في البيت العادي تضرب. فبالتالي احنا لازم نجهز في البيوت، تمام، لازم نجهز في البيوت مخارج او افياش تتحمل الامبير اللي هيتسحب من مين؟ السياره الكهربائيه. يعني السياره دي مثلا لو هتسحب 30 امبير، يبقى انا لازم اعمل سوكت يستحمل اكتر من ال 30 بشويه، 32 امبير وهكذا، عشان مش هركب السياره تروح تسحب تيار كبير يروح السوكت نفسه يحصل فيه مشكله. وهي دي بقى اللي هيبداوا يشتغلوا عليها شركات الكهرباء، وانا حطيت لكم وهنشوف مع بعض دلوقتي اللينك الناس واصله لحد فين في شركه الكهرباء، حطينا الشركات المعتمده، عايزين نعرف ايه شروط شركه الكهرباء عشان انا اجي اوصل. ممكن انت تروح تعمل سوكت او تركب محطه شحن وتيجي شركه الكهرباء اول ما توصل تكتشف الكلام ده، تعمل لك مخالفات ومخالفات كبيره جدا وبارقام رهيبه يعني. ليه؟ لان انت هتاثر على الشبكه عنده، ممكن تاثر له او تبوظ له اجهزه الحمايه وتعمل له مشاكل. فبالتالي بقي فيه حاجات بتنظم عملية ربط الشواحن الخاصة بالسيارات الكهربية، تمام، من خلال شركة كهرباء. مش أي حد يروح يجيب سيارة ويعمل محطة شحن، أو يجي في أي مكان يروح مركب محطة شحن، تمام، وخلاص كده. بقي في ريجوليشنز، ريجوليشن يعني تنظيمات خاصة بشركة الكهرباء السعودية، خاصة بممرة اللي هي البلدية، تمام، وساسو اللي هي هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. احنا هنتعامل مع ثلاث جهات، الشركة السعودية للكهرباء، هنتعامل مع البلدية وزارة البلدية والقروية، تمام، هنتعامل مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية في موضوع تركيب شواحن السيارات الكهربية وتنظيم عمليات الشحن وربطها مع الشبكة، لأن ده بيأثر على شبكة شركة الكهرباء اللي موجودة في أي بلد.